ياتي. الله يكبر بك. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكل السادة المتابعين الأوفياء. كنرحب بكم من خلال هذا البث المباشر هنا من واد فاس، حملة تحرير الملك العمومي متواصلة. السيدة القائدة والسيد القائد يقوم الآن بعملية تحرير الملك العمومي هنا من واد فاس كما كتشاهدوا معنا. ما بقاش اللعب اللي جا في الطريق غادي يريبوا له، لأن كان احتلال فوضوي للملك العمومي. الآن جاء الأوامر باش ربما ضرورة التدخل من أجل تحرير الشوارع من التغول، نقدر نقولوا بأن كانت فوضى عارمة. الآن يجب على التجار ويجب على الساكنة أنها تطبق القانون وتحترم القانون. كاينة تعليمات صارمة بضرورة احترام القانون، وتحرير الملك العمومي كيشمل جميع الشوارع وليس فقط شارع واد فاس. إذا وصلت الحملة هنا لواد فاس وكيتم هدم جميع الطراز. أكيد فالسيدة القائدة كما كتشوفوا مشرفة على العملية، وكذلك السيد قائد كل سلطات الباشا، ويقومون بعملية كبيرة وكبيرة جدا وغير مسبوقة بكل شوارع العاصمة العلمية للمملكة. تعليمات صارمة بضرورة إخلاء الملك العمومي، لا ما يمكنش. شفنا الشوارع هنا كذلك في واد فاس كما كتشوفوا، تعليمات صارمة. حاولوا نقربوا كما كيف من التفاصيل. تم هدم هذا الشارع كامل، حاولوا نزيدوا معكم شوية تشوفوا. القانون كيطبق على الجميع، يتم يعني إخلاء كل هذه المناطق. شاهدوا معنا تحرير الملك العمومي. داز مرحبا خويا العزيز، صافا بخير؟ مزيان الله عليك. الله يكبر بك. اذا شوفوا معنا تم الهدم ديال كل شيء. بطبيعه الحال تحرير الملك العمومي يشمل كل الاحياء ديال شوارع العاصمه العلميه للمملكه باوامر من عند السيد الوالي. بطبيعه الحال كما كتشاهدوا الحمله متواصله، العمليه تشمل الجميع. بطبيعه الحال كتشاهدوا معنا التراكس خدامه والقانون كيطبق على الجميع. تعليمات صارمه بضروره تحرير الملك العمومي. رجال الامن القوات المساعده القائد الباشا المحلات التجاريه ديال الحوايج المخبزات المقاهي. فالقانون كيطبق على الجميع. شاهدوا معنا السيد القائد السيد الباشا السيده القائده. فغير وجدوا راسكم جميع الاحياء والشوارع غتشملها العمليه، جميع الاحياء والشوارع ديال فاس. حمله غير مسبوقه لتحرير الملك العمومي. إذا كما سمعتوا فما غيبقى حتى حاجة هنا، غيتم التنفيذ بطبيعة الحال كل كبيرة وصغيرة تتعلق. إذا ثلاثة ديال القياد اللي كاينين الآن، القائد ديال واد فاس وديال تغات وديال النهضة، جوج قياد، كاين جوج قياد الآن، قائدة وقائد، ها هما مشرفين، عفوا جوج قياد. الله يحفظك، شكرا.
وهذه الحملة كتعرف استحسان كبير من طرف الساكنة ديال العاصمة العلمية. كتشوفوا التعليقات كلشي كيشكر السلطات والسيد الوالي على هذا العمل الجبار اللي قاموا به. فإذا متواصلة العملية. إذا كما كتشوفوا ماشي فقط لطراف لي باش ديال المحلات والمقاهي، وكذلك كتشوفوا الارضيه الناس راه احتلوا الملك العمومي وصلوا حتى انهم بناوا في الشارع العام. ماشي فقط لي باش، وانما حتى ان الناس كما كتشوفوا وصلوا بهم لحد انهم يبنيوا في الشارع العام، وهذا اشكال حقيقي صراحه. وبرافو للسلطات على مستوى اكدال وتفاس وتغات. نتمنوا صادقين بان هذه الحملات تشمل باقي الاحياء، حتى نرجس الزواغه سيد الهادي سيدي بوجيده جلال الورد، جميع هاد الاحياء تشملهم هاد الحمله، واللي غتكون بطبيعه الحال غتطبق على الجانب. فاذا ما بقاش اللعب، الحمله متواصله، توجيهات صارمه للسيد الوالي بضروره الصدق. اذا كتشوفوا نحاولوا نقربكم من العمليه كيفاش تمتوا، هاجوا تشوفوا معنا. فكل شيء راب، ما بقى حتى حاجه. شاهدوا معنا، يعني ما بقى حتى حاجه، كل شيء راب. الملك العمومي كامل تم تحريره، شاهدوا معنا. على الجميع، يعني ينطبق هذا الشيء على الجميع. يوسعوا شويه الشوارع. انت اخويا مرحبا مرحبا. شاهدوا معنا، يعني نشرفوا بان القانون كينطبق على الجميع وليس فقط. هانتم شاهدوا، يعني الحملة تشمل الجميع، ليس فقط شخص معين أو محل معين، وإنما الجميع. كنشوفوا عطيونا الأحياء اللي تطالبون بضرورة التدخل فيها. نتمنى على أن الكل يعطينا الأحياء. كنشوف الناس كيهضروا على بن دباب بزايد، بن دباب الوفاق عين هارون، كل هذه الاحياء يجب التدخل فيهم من اجل تحرير الملك العمومي. كذلك تكون الحمله تشمل الجميع. فاذا تحيه لكم متابعينا، الحاله ديال الصفر قصوى هنا، غنرجعوا بعد لحظات من خلال البث مباشر اخر.